إهداء من أم عايد إلى أبو عايد بمناسبة التخرج وحصوله على درجة الماجستير. زان القصيد وزين الله طواريه لصارت بيوت الشعر في بعضنا. بيوت الشعر في بعضنا إن الشعور اللي يترجم معاني إحساسنا لحقق الله وعاي من حق يفرح بالغضا وافتخر فيه عوض وعزنا وفخرنا الغالي اللي جمل الله مساعي اللي نعد في الشدايد سندنا متخرج والماجستير شيد مباني زرع الأمل فينا وحقق أملنا عوض شبيه البدر ما أحد يضاهي إلا هو اللي في العطايا عوضنا أبو عايد أكبر من شعوري هقاوي مهما تكلمنا ومهما وصفنا أعشق وجوده في حياتي وداري ولبيه يا يوم سعيد جمعنا يجعلني ما أذوق حزنه ولا بكي والله يخلينا سنين لبعضنا. وكتبت الكلمات العامة والخاصة